الأمن مسؤولية الجميع. تحت هذا الشعار عقدت إدارة شرطة تعز لقاء موسعا ضم عقال الحارات بالمدينة لإشراكهم بعملية حفظ الأمن كونهم الحلقة الأقرب للمواطن. نحن في خلال العام هذا استطعنا أن نرتقي بالجانب الأمني وأن نقطع مشوار كبير، لكن أردنا اليوم أن نلتقي مع الحلقة الأهم في قضية الأمن، وكان هذا اللقاء التشاوري للعقال مدينة تعز، وكان لقاء مثمر، وإن شاء الله سترون نتيجته ومخرجاته خير لهذه المدينة وأبنائها. نجح الأمن بمدينة تعز وخطى خطوات كبيرة بالمدينة وسكانها بملاحقته للمتهمين بالإخلال بالأمن والوصول إلى أغلب مربعات المدينة واكتشافه للكثير من أوكار العصابات، وبدأ المواطن يحس بالأمن ويشعر أن هناك دولة.